كتير جدا قيل عن أسوان على السوشيال ميديا، والناس قالت إن في إصابات كتيرة وفي نزلات معوية. خرج وزير الصحة المحترم في مؤتمر صحفي وقال إن إحنا كل المسألة حالات بسيطة جدا، يمكن 128 حالة، وبنعمل تحليل للمية، وفي خلال 48 ساعة هنعمل 48 ساعة هيطلع تقرير. والحالة كان في مبالغة شديدة جدا على السوشيال ميديا، والناس كلها بتسأل ماذا يجري في أسوان. أنا معايا على التليفون الحقيقة اللواء اسماعيل كمال محافظ اسوان. سياده الوزير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا استاذ سيد. من فضلك يا فندم، يعني طمنا كمواطنين، كلنا عايزين نسمع حضرتك ماذا حدث وما هو الوضع الان في اسوان. يعني خليني في البدايه اشكر حضرتك على اتاحه هذه الفرصه من خلال البرنامج المحترم بتاع حضرتك، ان احنا يعني نبين للراي العام الموقف الحقيقي وما يجري على الارض داخل محافظه اسوان. اتفضل. الحقيقه استاذ سيد، في عندنا يعني بعض المحددات اللي لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنتكلم. اول حاجه ان الاصابات دي ظهرت في منطقتين فقط داخل محافظه اسوان، والحقيقه هم مش مناطق، هم قريتين بالظبط. قريه ابو الريش وقريه دراب. دول اللي حدث فيهم هذه الاصابات. الحاجه الثانيه، هذه الاصابات حدثت في اليوم التالي للمولد النبوي الشريف، وحضراتكم عارفين ان اللي ما يصاحب المولد النبوي الشريف من مأكولات ومشروبات وخلاف. الحاجه الثالثه هي الامر لا يعدو كونه نزلات معويه، وطبعا حضراتكم عارفين النزلات المعويه دي لا اما جايه من الاكل لا اما جايه من الشرب، مفيش حاجه غير كده. واحنا فورا لما في حال لما حصل تزايد في الحالات عندنا، يعني حقيقة نسقنا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، لأن طبعا كان مصاحب الكلام ده إشاعات بأن في مشكلة في مياه الشرب. فتم تشكيل لجان مشتركة من وزارة الصحة، وأنا الحقيقة عايز أأكد لحضرتك هنا السرعة اللي تم التصرف فيها في هذا الأمر كانت سرعة شديدة جدا، وكانت تدل الحقيقة على تضافر جهود مختلفة. إذا سيادة الوزير، بس عشان المشاهد ألخص له المسألة. أيوة. حضرتك بتقول لي إن المسألة ليست كوليرا ولا 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 مرض غامض، ولكن جميع الحالات الموجودة بالمستشفيات نتيجة تلوث الأطعمة أو المشروبات في حتتين فقط. تمام. اتفضل. تمام. يا فندم. والحاجة الثانية يا فندم، اللجان اللي جت من وزارة الصحة ومن وزارة الإسكان ابتدينا فورا نعمل مسح شامل لكل المستشفيات بلجان وزارة الصحة، وكذلك الطب الوقائي دخل البيوت اللي حصل فيها هذا الموضوع وقام بدراسة متكاملة للموقف. يعني على سبيل المثال، الأسرة مكونة من 7-8 أفراد، هو فرد واحد فقط هو المصاب. بالنسبة للمياه، إثنا حللنا المياه اللي خارجة من المرشحات، اللي خارجة من محطات المياه، اتأكدنا تماما من مطابقتها لجميع المواصفات. النقطة دي النقطة الثانية اللي حابب أكد عليها، إن جميع مياه الشرب اللي خارجه من محطات المياه هي مياه سليمه ونقيه وصالحه للشرب طبقا للمواصفات الفنيه تمام. يتبقى الشبكات، ودي دلوقتي شغالين فيها شبكات المياه والمرشحات. غير كده يا فندم، بعد كده سيادتك احنا ابتدينا الحالات وصلت زي ما حضرتك ذكرت ل 128 حاله باجمالي المحافظه بالكامل. والحالات دي كانت بتستدعي الحقيقه اجراءات على الارض سريعه جدا، ذكرت لحضرتك اللي تم من وزاره الصحه ومن وزاره الاسكان. نضيف عليهم ان احنا حملات مكثفه في الاسواق والمطاعم وخلافه للتاكد من مطابقه جميع المأكولات للمواصفات او للاستخدام الاداء. وباكد لحضرتك للمره الثانيه، اسوان بخير ومفيش اي مشكله على الارض، وجميع الشائعات اللي بتدار على وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد شائعات. فانا لا اتصور ان حد في القاهره او في الاسكندريه او في اي منطقه اخرى غير في اسوان ثم يتحدث عن اسوان ويذكر كثير وبيتم وضع صور من اماكن مختلفه. ده شيء رائع يا سياده الوزير. في نقاط من فضلك، انا ليست هناك اذا حالات وفيات؟ لا، في يا فندم حوالي 4 حالات وفيات، أربع حالات وفيات من المناطق دي، بس ممكن تكون حالات الوفيات ليست بسبب النزلات المعوية، ولكن لوجود حاجات أخرى. على سبيل المثال، ممكن يكون وارد
قصور في عضله القلب، يعني حاجات مختلفه، بس في عندنا حوالي 4 وفيات من هذه المناطق. طيب ال 128 في بيزيدوا ولا الرقم ده ثابت يا سياده الوزير؟ لا، لحد الان الرقم هذا الرقم ثابت ولم يتغير. ثم على سبيل المثال حضرتك، طبقا لما قالته يعني اللجان الفنيه في وزاره الصحه، ان وارد جدا يحصل زياده، لان هذا المرض الخاص بالنزلات المعويه وميكروبات النزلات المعويه فتره الحضانه بتاعته بتتراوح من 7 ل 10 يوم، فوارد جدا خلال هذه الفتره تظهر بعض الحالات الاضافيه. لكن اللي احنا متاكدين منه ان بنهايه الاسبوع ان شاء الله الامور هتبقى مستقره تماما ومفيش اي اصابه اضافيه بهذا المرض. المدارس هتشتغل بكره عادي يا سياده الوزير؟ فندم المدارس شغاله النهارده يا فندم رياض الاطفال، وعايز اقول لحضرتك يعني ابو الريش مثلا النسبه بتاعتها الحضور 95%، الدراو نسبه الحضور فيها 93% و94%، وبكره المدارس تماما شغاله مفيش فيها اي مشاكل خالص على الاطلاق وما عندناش اي مشكله في هذا الاطار. اخيرا سياده الوزير، هل تم تحليل بعض عينات من حلوى المولد ربما تكون هي السبب مثلا ملوثه او كذا يعني؟ والله لا، الحلوى المولد لا، احنا الحقيقه حللنا يعني من المصابين نفسهم عشان نقدر نحدد نوعيه الميكروب ايه، وهي ميكروبات معويه، ليس يعني ليست نوع من الاوبئه او نوع من الامراض المستوطنه، هي مجرد ميكروبات معويه فقط. انا شاكر فضلك سياده الوزير، الحقيقه طمنتنا يعني، الحقيقه ربنا يخليك، وان شاء الله يعني سياده اللواء اسماعيل كمال ان شاء الله نطمن لما كل الناس ال 128 دول يخرجوا ان شاء الله بالسلامه. اشكرك شكرا جزيلا المحترم محافظ اسوان، مطمئنا وقايل لنا كتير جدا من المعلومات ومصححا لكثير مما انتشر على السوشيال ميديا.